رأيك يهمنا. مرحلة تليفوناتكم على 70-35-120 وإلا 77-288-209-80. حديثنا على خصوصية ولاية القيروان، هالإرث التاريخي والحضاري الكبير ينتظر كثير من الاهتمام، وزاد يشهد اهتمام كثير من الأشخاص خاصة اللي توفدوا على ولاية القيروان واكتشفوا السحر والسر في ولاية القيروان. شنو تعني لكم أنتم ولاية القيروان؟ ماذا بينا ناخذ رأيكم وتليفوناتكم الناس الكل. سر السحر والتشبث بالعيش في هالمدينة هذه اللي كنا تحدثنا هكا، فما كل الحنين لولاية القيروان، فما اللي يجي لولاية القيروان ما ينجمش يبعد عليها. نعود نرحب بك انت سي فايس الكعبي، اخصائي ومعالج نفسي. سينو التحق بنا ضيفنا سي مراد رماح، رئيس جمعية صيانة المدينة. مرحبا بك سي فايس. مشكور على تلبية الدعوة، وانت مشكور سي مراد على تلبية الدعوة. موضوعنا اليوم في منتدى الحياة، احنا ديما نتناولوا الحقيقة مواضيع في كل المجالات. اليوم حبينا نختار وبعد خاصة المولد النبوي الشريف وتساؤلات العبيد، السر متاع 1,200,000 زائر هذوما اللي توفدوا على ولاية القيروان. كنت تحدثت قبيلة شوية نفسي فيصل، قلنا فما المهرجانات في مختلف مدن الجمهورية، لكن ولاية القيروان تشهد أعلى نسبة بالنسبة للمولد النبوي الشريف من خلال الزوار اللي يتوافدوا عليها اللي يوصل للمليون ومئتين ألف زائر. هنا نتحدث على السحر لولاية القيروان. فعلا هذه المدينة قد أسست لهذا هذه القدوسية ولهذا السحر على امتداد 14 قرن. القيروان لا ننسى لها أول قبلة الإسلام بالمغرب الإسلامي، من القيروان انطلق الإسلام حتى عم نوره كامل الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وكذلك جنوب بلاد ما وراء الصحراء. ثم أن إسهام القيروان في تركيز في تعريب هذه الربوع، ثم إسهام القيروان في تركيز هذه المدينة في المالكية في المذهب المالكي، لأنه دور القيروان أساسي. صحيح أن المذهب المالكي نشأ بالمدينة مع مالك بن أنس، لكن القيروان هي التي يعني دونته، هي التي نضجته، هي التي فرعته، وهي التي نشرتها في كامل بلاد المغرب الإسلامي. ويعتبر الملكية قاسم مشترك بين أهالي المغرب العربي، هو الذي جمع أهالي المغرب العربي خلافا للمشرق الذي يعاني من يعني الاختلافات المذهبية ومن التناحر المذهبي بين مختلف الملل. المغرب كان ملموما حول قطب أساسي وهو القيروان، لذا هذه المدينة لها رصيدها أسست لذلك. ثم لا ننسى من ناحية ذاك يعني الفقهية، أعلام المذهب هم قيروانيون. صحنون أكبر مرجع في المذهب المالكي القيرواني، عبد الله بن أبي زيد القيرواني الذي يعني استطاعت يعني كتاباته ورسالته أن تصل إلى بلاد النيجر وبلاد ما وراء الصحراء. كل هذا معناتها بقطع النظر على لنستعرض جميع الفقهاء القيروان. ثم هذه المدينة لها دور أساسي من ناحية تاريخية، من ناحية تاريخية في نشر الإسلام. طبعا من القيروان انطلق حتى الأندلس أصبحت مسلمة، ثم صقلية، ثم جيش القيروان رابط في روما عاصمة المسيحية، أصبحت في وقت من الأوقات إحدى معناتها القلاع التي فتحها أهالي القيروان. لنا أحد الفقهاء الذي توفي في حصار روما. إذن من ناحية هذه كذلك من ناحية التاريخية، والأهم من ذلك أن القيروان هي التي تصدت إلى المسيحية في أول أمرها. مجموعة الربيطات التي أقيمت، كانت القيروان دائما ترسل بالجيوش للتصدي إلى المسيحية التي حاولت أن تكتسح بلاد الإسلام. شارلوكان الإسبان لما أرادوا يعني احتلال تونس، وربما رأي تونس تحولت إلى المسيحية مثلما تحولت إسبانيا إلى مسيحية، كان دور للشابية في إيقاف المد الإسباني هنا في القيروان. إذن من جميع حتى من ناحية التاريخية القيروان هي التي دفعت على الإسلام، هي التي يعني ركزت هذا الدين. ومعناتها حادثة تاريخية مهمة تعطيك قيمة هالمدينة منذ ذلك التاريخ، لما أبو عبد الله الشيعي هو الداعي الفاطمي لما أتى مع كتامة
من الجزائر، من ناحية الجزائر، وتغلب على الأغالبة. كان قد وعد القبائل الكتمية أنه يبسط يديهم في القيروان وأنه يسمح لهم بأن يعني يكتسحون القيروان وتصبح القيروان مقاطعة من مقاطعاتهم. لما وصل إلى هذه المدينة هاله الأمر وهالته أهمية القيروان، فتلا الآية القرآنية وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال لهم تلك هي القيروان هي التي أحاط الله بها. إذن هذه المدينة أسست لجميع ذلك. وللحديث بقية مع حول هذا الموضوع الذي يكتسي جوانب مختلفة، ليس هذه الناحية فقط، لأنه القيروان ثم شعراء القيروان ثم يعني المد الصوفي في الشعر القيرواني الحديث الذي له إشارة إلى العشق وللعشاق، كل ذلك يجعل أهل القيروان محل عشق. يمكن هالأحداث هذه اللي تذكرها تاريخية لها صدى اليوم، لأنه الزائر اللي يتشوق يجي القيروان ما يعرفش يمكن الأحداث هذه، بارك الله فيك اللي ذكرت بها، ولكن صداها معناها في النفوس ما زال حي، ما توارثه في أعماق الناس، يمكن عندهم صدى للتاريخ اللي كنت تذكر فيه والأحداث، ويمكن غيرها تخلي قدوسية هالة في داخل نفس القيرواني أو من يزور القيروان، فما من يستشف هذه القدوسية من مانيتيزم، أنا سميته نوع ما، فما مغناطيس موجود في البلاد هذه. فوالا جوستومون سي فاس تحاضر نحكي معك انت من الناحيه النفسيه، هنا قداش مهم كونك تغرس التاريخ هذا نتاع ولايه القيروان في الصغيرات نتاعنا باش يويك ويكونوا مواكبين الاحداث، خاطر ممكن نفتقدوا احنا للتاريخ القيروان. تنجم تسال كي تخش تسال الصغيرات ما يعرفوش تاريخ القيروان شنو، يعرفوا يقتصروا القيروان، حتى الزوار اللي يجيوا لولايه القيروان بالنسبه لهم القيروان هي جمعه منافع الفسقيه مقام ابي زمع البلوي فقط. هالاماكن هذوما الاكتشافات نتاعهم كانت كي جاو بمناسبه المولد النبوي الشريف، ومشكورين زاد اداره المهرجان اللي عملوا مسلك سياحي اللي باش يعرفوا بولايه القيروان. تنحكيوا معاك انت زاد باكثر تفاصيل بخلاف الارث التاريخي، فما ارث ثقافي زاد كبير في ولايه القيروان، هذوما الكل نحبوا نعرفوه اليوم، حتى اللي ما يعرفش مثالش نحطوا الاصبع نتاعنا على الحاجات المزيانه اللي لازم تتعرف في ولايه القيروان. نقول لهم تليفوناتهم على 70 35 120 ولا 77 288 289. ذكركم حاضر معنا سي مراد الرماح رئيس جمعية صيانة المدينة، والأستاذ فيصل الكعبي أخصائي ومعالج نفساني، باش نتناول لكم الموضوع من الجانبين، هكا من الجانب النفسي نحكي لكم على خصوصية ولاية القيروان، الإرث التاريخي الحضاري الثقافي، وسينو شنو تعني لكم أنتم ولاية القيروان، وشنو سر العيش في ولاية القيروان اللي كل من زارها يتمنى العودة لها. مزنا موصلين معكم المشوار على 90 75 35 120 وإلى 77 288 289.